من ثورة 25 يناير بدأ الشباب المصري يفكر في مستقبل مصر ويفكر ازاي يغير ويطور في بلده. فريق رؤية قرر ان هو يغير في العشوائيات اللي هي طبعا مسببه لنا مشكلة كلنا لما بنشوفها كلنا نفسنا نغير فيها، بس هم قدروا ان هم يعملوا فريق وفعلا قدروا يغيروا حاجات. معانا النهاردة احمد صلاح مسؤول العلاقات العامة لفريق رؤية، وإسلام متولي مسؤول برضو العلاقات العامة لفريق رؤية. نهاركم سعيد. في البداية عايزين نعرف منكم إزاي بدأتوا تخططوا إن أنتوا تعملوا الفريق ده؟ احب ابدا معاكي. احنا فكرنا عايزين نغير في العشوائيات، ده كان تفكير منطقي جدا خاصه بعد الثوره. رؤيه بدات قبل الثوره، بس احنا بدانا بشغل مفاعل بعد الثوره. تفكيرنا ان احنا لازم كشباب يكون لنا دور في المجتمع. العمل التطوعي هو شيء واجب في اصله، هو مش تطوع، مش عمل تطوعي فعلا، لا هو فرض على كل واحد، ولازم يكون لنا دور. فاحنا من المنطلق دوت شفنا احنا المفروض نغير فين، ايه الحاجات القليله او مش موجوده، مش متوفره كتير، علشان نشوف المجال دوت. فالعمل الخيري موجود بس اغاثي، ما فيش عمل تنموي جوه العشوائيات. فاحنا عملنا عمل تنموي جوه العشوائيات، بنبص لقدام، ما بنبصش لاخر الشهر عشان ندي شنطه 100 جنيه، لا احنا عايزين نبص عايزين لقدام، تغيروا عايزين نغير ان هما ثقافات اللي يقدروا يجيبوا ال100 جنيه، ان هما بالظبط. يعملوا، هما اللي يعني يجيبوا فلوسهم، مش احنا اللي مش نروح عايزين نديهم فلوس. ندي سمكة، عايزين نعلم صيد. عايزين الناس دي بعد كده هي تقوم على نفسها، هي تقوم على ذاتها، هي اللي تعرف تعيش نفسها بنفسها. مش عايزين نطلع حد صالح، عايزين نطلع ناس مصلحين تغير في المجتمع. اسلام، اعضاء الفريق، انتوا حوالي كام واحد مشترك في الفريق؟ احنا حاليا حوالي 60، يمكن اكتر شوية، بس في اول خالص كنا بادئين بحوالي 6. طبعا بعد الحماس، يعني اللي احنا يعني بعد ما نزلنا بدأنا شغل والحماس عندنا زاد وكده، والناس لما بدأنا نعرف الناس بالهدف بتاعنا، حاليا وصلنا ل 60. هندسة جامعة القاهرة، جامعة حلوان، وجامعة الأزهر، بس 60، 65. ليكم مقر تتجمعوا فيه ولا لسه مفيش مقر؟ احنا في لينا مقر جوه الهجانة، ده خاص بفريق رؤية، لكن المقر دوت لسه بيتجهز، تجهيزه طول معانا شوية نظر لقلة الموارد بتاعتنا، من حيث عدد المتطوعين ومن حيث التمويل، ملناش فند ثابت. فلذلك احنا بنتعاون مع جمعيات داخل الهجانة، واحد يعني احدى هذه الجمعيات احنا بنتعاون معاها في مقرها، يعني بنتعامل مع الاطفال من حيث دروس تقويه، انديه صيفيه، ايفنتات في مقر جمعيه جوه الهجانة. يعني ايه اللي شفتوه في العشوائيات وقررتوا ان انتوا لازم يتغير؟ ايه اللي اثر فيكم؟ العشوائيات والله منطقة، أي عشوائية، مش عيب الهجانة بس، لازم تأثر في أي حد. العشوائيات إحنا اللي محتاجين، إحنا اللي محتاجين لها، مش هي اللي محتاجانا. محتاجين لها علشان اللي ما شافش أي منطقة عشوائية أو ما نزلش، هكلم عزبة الهجانة، اللي ما نزلش عزبة الهجانة، في فرع كبير جدا في مصر وغايب عنه، ما يعرفش كده فعلا، يعني اللي هو ولاد البلد بجد. ولاد البلد دول موجودين في الهجانة، غايب بس عنهم الوعي، عندهم حبة جهل. الناس دي لو لاقت رعاية فعلا مش بعيد يطلع من هناك علماء، والله علماء فعلا بدون مبالغة. فأكتر حاجة أثرت فينا الأطفال، عشان احنا بنتعامل مع الأطفال، الطفل كده لما يمسك الورقة ويقعد يرسم ويلون، أو واحد معرفش يضحك ويضحك على إيدك أنت، بتحسسه بطفولته، الحاجة اللي هو مش حاسسها، انت عمره ما حاسس بدأت انه طفل. تحسسه ان هو طفل. هو فعلا هو عايز حد، واحد ياخده بالحضن، عايز واحد يقول له ارسم، عايز واحد يقول له العب، تعالى نلعب مع بعض، تعالى نلعب كوره. لما بيحس ان هو طفل، انت بيتولد بداخلك شعور غريب فعلا، وصفه يصعب جدا الا تحسيه في نفس الموقف. يعني طيب اسلام، انتوا بدأتوا بس في زي ما احمد قال في الهجانة ولا رحتوا اماكن تانية؟ لا، هو احنا حاليا يعني احنا بادئين المشروع بتاعنا في الهجانه الاول، وان شاء الله هنتوسع بعدين يعني، بس اول خطوه لينا كانت في عزبه الهجانه. يمكن هي كانت يعني اول حاجه ان احنا التقينا بالناس اللي هناك، يعني كان هي اول حاجه قدامنا، اول هدف. نزلنا وشفنا الناس اللي هناك، ولقينا ان هم فعلا محتاجين ان احنا ننزل لهم. لقينا هناك في طاقات بشريه هائله جدا، بس ما حدش بس بيستغلها. انتوا بتركزوا على الاطفال اكتر حاجة، ليه بتركزوا بقى اكتر حاجة على الاطفال؟ قولوا لنا. احنا بنركز على الاطفال لان هم امل بكره، يعني يمكن الناس الكبار حاليا يعني شبه تقريبا عرفوا هدفهم خلاص او حاجه، لكن الطفل بيبقى عامل زي الماده الخام بالظبط. احنا نقدر نشكله، محتاج بس حد يعلمه ويقول له الصح فين والغلط فين،
محتاج حد يحسسه بطفولته عشان يمشي يعني ياخد طريقه صح فعلا، محتاج حد يحس ان هو طفل. هي خلاصة الكلمة للأطفال هناك محتاجين حد يحس ان هم أطفال. انا طيب برضو يعني صحيح، بس اضيف على الاسلام، احنا عايزين ننقذ الاطفال من الحاجات المتوارثه. احنا لو سيبنا الطفل ان هو ياخد اللي والده بيعمله ووالدته بتعمله واللي عمه بيعمله، يبقى احنا كده ما عملناش حاجه. فاحنا هنشتغل الاسر وكل حاجه، بس تاثيرنا في الاسر هيكون مش بنفس قوه التاثير مع الاطفال، لان الاطفال دي لسه خامات، لسه ناس بفطرتها. فاحنا لما نتعامل مع الاطفال يبقى احنا خلاص عايز تخلي الطفل عنده ليه طموح، ان بالظبط هو مش هو اللي شايفه ده هو عايزين يكون ده هدف اخر حاجة ممكن يعني يتوصل لها. كده. امنيتنا ان هيطلع طفل من الاطفال اللي بتشتغل معانا دوت، او اطفال هجانا كلهم بيقولوا انا نفسي اكون مهندس، نفسي اكون عالم، نفسي اخترع حاجه. ما يقولش انا عايز اشتغل زي ما هو والدي بيشتغل، او يكون كله طموح مثلا ان هو يدمن او يشرب مخدرات. فاحنا عشان كده مركزين مع الاطفال جدا، لكن برضه طبعا الاسر ليهم حظوظ معانا كبيره جدا. طيب ايه الانشطه والانجازات اللي عملتوها، يعني اللي خلاص اتعملت في الاماكن دي؟ احنا مركزين في بؤره معينه داخل الهجانه دلوقتي، برضو مش واخدين الهجانه كلها كبدايه لينا، لان زي ما قلت لك موارد ماديه مش متواجده، غير عدد المتطوعين بتاعنا مش كبير، فامكانياتنا كقوه بشريه وكموارد ما تسمحش احنا نتعامل يعني في ما اكتر. نسقتوش مع اي جمعيه خيريه او عزلت الشؤون نسقنا بس الاجتماعيه؟ في الحيز اللي احنا شغالين فيه، في المنطقه اللي احنا شغالين فيها جوه الهجانه، احنا متمركزين في بؤره الهجانه بالظبط في المنتصف، وبرضه مغطيين مكان مش صغير. اكبر انجازاتنا الحمد لله ان احنا في 10 شهور حققنا حاجه ما كناش نحلم نحققها في الفتره دي، لان اول ما دخلنا الهجانه احنا علشان كنا نخلي الطفل يجي يقعد معانا. أكيد كانت حاجة صعبة. استعنتوا بأطباء نفسيين أو استشاريين طبعا نفسيين للأطفال عشان طبعا تعرفوا تتعاملوا معاهم؟ اللجان المتخصصه في فريق رؤيه اللي بتتعامل مع الاطفال بشكل مباشر، طبعا لازم يتعمل لها تاهيل. الناس اللي هي بتزرع القيم والاخلاق اللي هي اللجنه الدينيه دي قاعده ايد ناس متخصصه وشيوخ، واللجان التعليميه برضو قاعدة مع نفسيين، دكاتره نفسيين واخصاء، علشان يعرفوا ازاي يتعاملوا مع اطفال العشوائيات. طيب بس هل فكرتوا ان انتوا تعلموا الاطفال مهنة ولا بتكتفوا بس بالتعليم العادي؟ هي احنا يعني هدفنا الاول فكره التعليم، يمكن هو التعليم يبقى اهم حاجه للطفل، وثقافه. جزء المهنه هو اصلا يعني مشكله هناك ان هم بيطلعوا من التعليم بدري ويتعلموا مهنه ويشتغلوا، واحنا ما عندنا يعني مش يعني شايفين ان اهم حاجه دلوقتي ان هو يتعلم يمشي في طريق تعليمه صح ويتثقف صح، دماغه تتبني صح، عشان خاطر بعد كده يقدر يوصل للمستوى. لكن جزء حرفيين او كده دلوقتي مش شغالين فيه. لكن مفيش أطفال مثلا بتدرس وبتشتغل مع الدراسة؟ هو ده جوه الهجانه موجود للاسف، احنا مش عايزين كده. يعني هو هي ايه اكبر مشكله جوه الهجانه؟ ان الاهالي هناك شغالين باليوميه، فالاب والام بيسربوا ولادهم من التعليم في مقابل ان ابنه دوت تيجي له اخر اليوم يديله 15 جنيه في ايده. فموجود ان الطفل ليه حرفه، مش مهم منين بقى، هو هو مش للاسف عارف منين. يعني ممكن يروح يشحت. يعني هو للاسف ان الطفل هناك ليه حرفه. احنا مش عايزين كده، الطفل مش عشان يشتغل، دي مش شغل الطفل. الطفل المفروض ان هو واحد يكون هدف، يكون ليه طموح، ويبدا يروح. طفل يعني ايوه طفل يعيش طفولته. يعيش بالظبط، يعيش طفولته. لا حتى لغايه ما يوصل للمرحله الاعداديه دي مش مرحله شغل ابدا، المفروض دي مرحله تكون شخصيه، مرحله واحد اعرف اقول رايي لنفسي، اعرف عن بلدي، اعرف يكون لي طموح ابدا احقق فيه. هل استعنتوا ببعض رجال الأعمال لمساعدتكم في تطوير العشوائيات ولا لا؟ طبعا احنا بنحاول نتواصل مع كل رجال الاعمال، لكن يعني انا اتمنى يكون في رجال اعمال بيسمعوني، بس والله انا مش عايز اقول بلوم، لان فعلا احنا اعتقد احنا الأماكن دي منسية لازم منسية نفكر جدا، فيها شوية. منسية جدا، مع ان الخير فيها كتير. الفترة الجاية مصر عايزة قوى بشرية كتير. الهجانة مش الهجانة، اقصد العشوائيات بتمثل نسبة كبيرة جدا من مصر. الأماكن دي لو احنا ركزنا عليها فعلا هنطلع قوة بشرية وأيدي عاملة غير عادية. احنا دور رجال أعمال معانا مش واضح. فلوس المقر، حتى فلوس المقر بتاعنا إيجاره بسيط ممكن، بس انت احنا قلت ان انتوا بتدفعوا من مصروفكم. من مصروفنا الخاص يعني، فعلا احنا المصروف بيعمل كل حاجة غير فلوس المقر. المقر نفسه محتاج عدة ألوف، الألوف دي برضو المفروض لغاية دلوقتي احنا هنجمعها معانا، بقالنا صرف شغالين مع نفسنا، فده برضو إجهاد علينا واحنا طالب يعني استقالة. عشان ما توقفوش، يعني احنا عايزين مساعدات عشان احنا تقدروا بقالنا 10 شهور تكملوا. شغالين، مستحيل نقف، مستحيل خلاص، ما عملنا كل انت حاجة. لو جيت لقيت ان هو لود بقى عليك قوي ممكن يعني لا هو تقف. اللو كان أكبر في الأول،
هو كان في الاول لان لسه ما كانش رؤيه ما كانتش واضحه، ما كناش عارفين هنعمل ايه. كنا 6 افراد بس، دلوقتي بقينا 60، بقى لنا رؤيه واضحه، ولسه هتبقوا بقى لنا اكتر مكان جوه. يا رب ان شاء الله ان شاء اهل الله. هجانا حبونا. ما فضلش غير جزء التمويل، هنفضل شغالين معانا برضه لغايه ما يجي تمويل ان شاء الله. طيب هل فكرتوا ان انتوا اهالي الاطفال اللي في الهجانه وفي المناطق العشوائيه ان انتوا تلاقي لهم وظائف، ولا لسه ما فيش، ما توفرتش وظائف ليهم؟ لا احنا بالفعل شغالين على الجزء ده دلوقتي، وموجود عندنا الوظائف يعني بندور لهم عليها فعلا، لان احنا اصلا هدفنا ان الطفل ما يسيبش التعليم عشان يشتغل. وبالتالي انا ما ينفعش اروح لعيله اطلب منه ان هو ما يعلمش ابنه وهو ما عندوش قوت يومه، لان هو اهم حاجه عنده في حياته هو الاكل. هو بيتعب كل التعب ده عشان فانت الاكل، عشان تعلم ابنه وتقول له ابنك ما يشتغلش، فانت لازم تلاقي له مصدر دخل لازم تاني. اوفر له مصدر دخل تاني بدل ابنه وبدل الفلوس اللي كان ابنه هيجيبها له. فاحنا شغالين على الجزء ده دلوقتي بالفعل، بس احنا لسه يعني ما اديناش وظايف للاهالي، بس شغالين عليها، هي موجوده حاليا معانا. طيب يعني وعملتوا متنزهات بقى وحدائق في الاماكن دي ومكتبات للاطفال والشباب، ولا لسه؟ انا زي ما قلت لك احنا هدفنا جوه الهجانه الطفل، فالطفل عمره ما يحس بطفولته في نفس عايزين البيئه مكان بتاعته. يلعب فيه. مش هيحس بطفولته انت في نفس مش البيئه. عايز تعمله في نفس المكان، فاحنا عايز كنا تخرجه هو عايزين بره. نخرجه. احنا عملنا ايفنتات جوه الهجانه، بس خرجنا بره الهجانه اكتر. لا قصدي ان يبقى في واحنا مكتبة في الهجانة، ان يبقى في الكلام مكان ده ان شاء الله لما يوزوا يخرجوا فعلا يخرجوا فيه. الكلام ده متخطط ليه يكون في المقر بتاعنا. المقر بتاعنا اصلا لسه محتاج تطبيق كتير، فيتوضب ان شاء الله وكان جاهزه. لكن احنا الاطفال فعلا خرجنا معاهم كتير، عملنا معاهم رحلات بره في حدائق عامه، عملنا معاهم 4 رحلات. الرحلات دي قربتنا من الاطفال جدا، قربتنا طب من يعني الاطفال عايزة جدا. أعرف شعور الأطفال كان إيه لما أنتوا خرجتهم من المكان اللي هم اتعودوا يشوفوه لمكان تاني، يعني ممكن يبقى ما راحوش قبل كده. هو الاول لحظه كان اندهاش، الاطفال كانوا ساكتين كده، في حاجه غريبه، حاجه اول مره يحسوها يعني. بس الناس معاهم المتطوعين اللي هو الشباب من سننا، الشباب الاطفال تاخرت معاه جدا، وخلاص بدأوا يجروا يلعبوا ويرسموا ويلونوا ويتنططوا ويلعبوا كوره. عملنا ليهم ورك شوبس حلوه جدا، يعني الحمد لله فعلا كان بالنسبه لنا انجاز غير عادي يعني. طيب هل فكرتوا تعملوا سوق خيري لبيع يعني المنتجات بأسعار زهيدة داخل المناطق العشوائية، ولا لسه برضو ما هو احنا فكرنا في ده بالفعل، يعني هو ده مش هدفنا الرئيسي، بس احنا فكرنا في ده بالفعل ان احنا هنعمله ان شاء الله الفترة الجاية، يعني جاري الشغل فيه، بس مش هيبقى اساسي يعني، لان احنا اساسا رؤية اساسا فريق تنموي مش فريق اغاثة. فهدفنا كله ان احنا نخلي الاشخاص دول هم اللي يدوروا على الحاجات انت اللي مش هم عايز تجيب محتاجاها. لهم الحاجات جاهزة، انا مش لازم عايز هم اديهم يعني يشتغلوا بالظبط، ويسعوا عشان هو اللي يجيب حاجاته. مش محتاج اجي بالظبط. كل اول شهر اديله اكل او اديله فلوس او اديله اي حاجه، انا محتاج ان انا اعلمه ان انت ازاي تجيب يعني الفلوس. زي ما الناس دايما بتعمل في رمضان نقعد نوزع شنط والتبرعات، لكن في غير وعلى ايام فكره رمضان لا. في جمعيات جوه الهجانه بتعمل الكلام ده فعلا، في جمعيات جوه الهجانه بتيجي اول كل شهر بتدي الشنطه وبتدي الكفالات للاسر، فالكلام ده متوفر، بس احنا مش عايزين كده. لكن انا علشان ابدا اغير ثقافه، فانا برضو انا مضطر ان انا ابدا يعني امشي على نفس نمط ثقافه الهجانه مؤقتا او بشكل قليل عشان ابدا اغير الثقافه اللي انا عايزها. فموضوع السوق الخيري دوت هو فعلا متخطط ليه، لكن ان شاء الله مش هيتعمل دلوقتي يعني، قدامه فتره بس لسه دلوقتي قاعدين بنخطط له يعني، بس ان شاء الله هيتعمل سوق خيري قريبا يعني.